اليوم موجودين في عاصمه اغالبه قيروان، احكي لي كيفاش سهريه رمضان؟ والله اسمع نقول لك حاجه، اعز سهريه هي رمضان في القروان. رمضان ما يتعدى حلاوته الا بالسهريه كيما هكا، بالجو نتاعو بالكيف نتاعو، الناس كلها شيخ تلقى الناس كلها لاباس عليه. الحمد لله رب العالمين، القروان راي فيها كل شيء، الصلاه والايمه والجوامع، الناس تحب كلها تغزل ما يصليش يا تحس قلبه مرتاح مطمئن، معناتها يعطي ما ياكل قوه واستنى لا بس عليه، ما عنده حتى في مخه حتى شيخ. القروان مش لا حتى مش اللي يعيش فيه، حتى يجي من برا يدخل القروان ويلقى الجو نتاعها في السوق وكذا يتباهى ويشيخ عليها. تو امشي لبلاصه اخرى ما تلقاش الجو ذا، اي تو تمشي لبلاصه اخرى ما تلقاش البلاصه هذي، امشي للمستير امشي ما تلقاهمش الشيء هذا بالحق، في الساحه فهمتني في الساحه ما تلقاش الجو هذا، فهمت؟ اغزل صغار كبار ما ديما شيخين ديما موجوده الحمد لله. مو معبي الكريشه ديما شيخين كيما السنيات اللي قبل كيما توا من الكورونا لتوا ديجا ما نقصت شويه معناها الحركه نقصت برشا حاجات وزيد توا تليم تقرا وكذا ديما ناقصه برشا فهمتها البلاد ناقصه برشا تو شوف انتشار الحوانت مش حاله يعني عليه شر خاطر ما فماش حركه ما فماش سامح لي تعرف القروان خاطر معناها غليه كل شيء وكل شيء معناها الناس ولا ما عندهاش حتى الشاري معناها يجي يتبص الحاجه يخليه ويمشي فهمتني تو القروان راه تجي بعد مكه القروان تجي بعد المكه ثاني بعد مكه القروان بالحق في الدين وفي الاسلام القروان الواحد فهمتني ويجيوش من كل بلاصه يجيو هنا يتمتعوا فيه القروان وراه نقول لك حاجه رانا على باس وعايشين وشيخي الحمد لله نقول لك حاجه كلها تتعشى وكلها تاكل وكلها تشد بش تو تشوف دي 27 اجى طلع عليها قروان بالحول الله كلها تغلي غير كلها تاخذ المقروض عمري والحمد لله الفكره صافي فيك تقول بدينار ب 2000 فرنك شنو مشكلتك مع دينار؟ نحب القروان الله فما توا القروان يا سيدي نعطيك عليها فكره بكذا قلت لك بدينار تتعشى بلاد الزواوله بلادنا باهيه فما توا من المؤمنين فرد يد احتفالات هذه اللي توقع تقول لي 10 ايام كانت قبل بشهر قبل لا يدخل رمضان صح فما توا وترابها سخون وباهي بلادنا باهي ويحيى قيس سعيد واخطاونا قول لهم اخطاونا فما حتى العصا وحتى كذا ونحن رانا معاك خلينا على جو رمضان وريحة رمضان ومتعة رمضان، رمضان هوني في قروين ورمضان هوني في المدينة العتيقة كيفاش؟ نكهة تختلف على برشا حوايج تو كيما الزمان هذايا تو نحنا هكا شوف تو الاطمئنان والخير موجود وكل شيء موجود فهمت تو ولا بأس كي القليل كي الغني كي الكل الناس كل تعيش الناس كل تبات لاباس عليها هكا شوف تو اللهم صل على النبي فهمت تو بلادنا خاصة ناس جاية من فرنسا ومن المانيا تجي لهنا يجي القريان باش يرمضوا لهنا راهو يجي يرمضوا هوني بالذمة يجي يرمضوا هنا بالذمة فما توا يجيوها بالذمة رمضان ببركته اما زيدوا برك على بركة كي عاد هوني في القريان ها ايوه على بركة بالطبيعة شيء لا ولا لا شيء لا شيء السحبي شيء لا شيء الصحنون شيء ذا فما توا بالحق بلاد هذه ما تخونهاش ما تخافش ادخلها بقلب بربي ما تخافش عليها اما ان شاء الله اش نقول لك ان شاء الله ينظروا لنا حويجه بركه لوليداتنا هنا برشا بطاله فما ينظروا لنا شويه فما البطاله في كل بلاصه مش كذا هو هذاك اش نقول انا تا وربي يهدي وكا هو فهمت محضر حق الملح ولا اول مره اول مره الحقيقه مش باش نعمل حلو ما ثماش لا سكر ما تعرفش مدى حق الملح ولا مش حق الملح مش حق الملح فهمت مش مدى حق الملح مرتك تعطي حق الملح تاع شهر رمضان كامل هي ما يدق في الملح دق فيه انت بالطبع ربي فضل ربي فضل لي مش عليه فرد ذهب مش عليه فرد ذهب فرد ذهب ما تغلاش عليه تغلى حتى شيء فهمت شكرا ما تغلاش عليه الله الله فهمت توا جيت ربي يهدي وكهوا ربي يهدي ربي يسترنا وهذيك هي الحياه وكهوا اش ما شئت فانك ميت خلينا شيء مع الشباب اخويا صح شريفتك يعطيك الصحة اخويا ساليك الحمد لله جوك به الحمد لله الحمد لله شفيك حد ساق على ساق وقاعدة تعملوك احكي لي اليوم رمضان في المدينة العتيقة هوني في القيروان متعة أخرى احكي لي كيف والله جو آخر في القروان تمشي لاي ولايه ما تحسش تقول في عنا نحن لهنا وعنا بالحق قربان متسمي على رمضان متسمي على المولد حاجه بالحق مزيانه ياسر متسمي على رمضان متسمي على المولد بلاد كما قال لك السيد قال لك ترابها سخون
فيها ولايه ولي الصالحين، فيها الصحابي ابي زمع البلوي، معناها بلاد تراب سخون، بلاد باهيه، فهمت؟ الحمد لله. والله السنه هاي معناها بصفه عامه معناها مش كالعاده تحسها شويه، فهمتني؟ اما هكا شويه قلت حركيه، اما ان شاء الله معناها في تحسن وكاو. شو نقولوا نحن؟ نحبوا بلادنا بخير وكاو. ما احلى الكلمه نحبوا بلادنا بخير. خلينا نحكيوا شويه اليوم، حدثني شو على قيروان، على عاصمه الاغالبه، على عقبه بن منافع. احكي لي شويه اليوم على معناتها البلاصه هذه، يقول لك ترابها سخون، على الاجواء الروحانيه اللي موجوده هنا في قيروان. في قروان معناها معروفه معناها نكهه رمضان في قروان، ونكهه معناها البلد العربي والمدينه العتيقه والخبز نتاعنا وضيافتنا وفرحتنا معناها في قروان حاجه سبيسيال، معناها ما تلقاهاش معناها في تونس موجوده كان في قروان. غيرك يقولوا قروان، نقولوا خبز قروان، مقروض قروان، نقولوا مقروض، نقولوا فهمتني ولا جو عربي، نقولوا معناها نقولوا معناها تونس، ونقولوا تاريخ نحن، فهمتني؟ نقولوا الاسلام، ونقولوا الحضاره وكل شيء، فهمتني؟ وان شاء الله بلادنا ديما بخير. خلينا نحكي بصراحه شو اليوم كيقول قيروان شنو ينقصها؟ قروان كولايه شنو ينقصها اليوم بصراحه؟ والله اول حاجه تنقصها الخدم. ما عندناش خدم في قروان، مش مقاعدين يعاركوا على الخدمه في قروان، ومش مقاعدين يتكلموا علينا في قروان بصراحه. مهمش غادي من مهمش، نحن كما يقولوا غادي من الزين، نحن غادي من مهمش، غادي من مهمشين الحقيقه. نقصتنا الخدمه باش العباد على الاقل ترقى ما تصف، تقل كيفاش تتحرك، وتنقص الهجره، وتنقص برشا حوايج معناها، فهمتني؟ السبيطار هذاك هم الثوره اللي عملوا باب، وتبقى كان معناها حيطك هاو، حتى باب نحوه اللي عملوه كملوا نحوه الباب. فماش زال سبيطار وما حد شيء. يا جوره ما عملوهاش في قروان، باش يبنيو معمل جديد ما عملوهاش، 12 سنين ما عملوهاش. ونحن انا نطالبوا ان شاء الله معناها يعملونا شو يتلفتونا ويتلفتوا البلاد نتاعنا، باش ما عادش معناها تصير برشا كوارث. شفت عباد تحرق وعباد هاجت من بلدانها، وما فماش خدم، وما فماش معناها صعيبه بصراحه، الدنيا صعيبه. معناها قاعده تشوف وتلاحظ حتى انت. نحن قروان من 10 ايام وتربخ بلغتنا نحن، وتستقات العباد والحركه تدور. السنين ماشي كالعاده، وان شاء الله ربي يقدر الخير. اش نقولوا فهمتني؟ نقولوا ربي يجريها على السلاح. ربي يجريها على السلاح ان شاء الله. وان شاء الله فهمتني ولا يخافوا ربي فينا المسؤولين، ان شاء الله يخافوا ربي فينا والله العظيم. والله خاطر كل انسان باش يتحمل في مسؤوليتهم، بعد يتحملوا مسؤوليه العباد هذيا، هما اللي مقصرين معاها، مقصرين خاطر فما تقصير، فما خدمه وفما تقصير، فما شكون يخدم على روحه صحيح، وفما تقصير موجود. حركتنا ديما باهية في القروي. ديما يقول لك معناتها رمضان في قروان فما اجواء روحانيه اخرى، معناتها يقولوا قروان، يقولوا عقبه بن منافع، يقولوا المدينه العتيقه، يقولوا برشا بلا يسمح لها، خاصه العشره الاخرانيه في اي تولي نحن فيها صلاه التهجد، وتكثر فيها القران وجوامعنا تتحل بالكدا كها. خارجه تعمل في دوره هنا؟ خارجه نشري لولدي حوايج العيد. حوايج العيد اي مازلت ما خديتش. كل عام ونحن حيين فيها يعني نشوف، مازلت كي خرجت توا. ايه رايك ولا نار نار نار. نار 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 طالعه، ما فما فرق ما بين عمني والوسني. هذه رمضان ديما محليه في القروان، وعز رمضان تعدي في حياتك راه في القروان. في القروان عليه؟ هذه قوم تاعنا وجونا وطبعنا وتاريخنا، ما تلقاه في حتى بلاد اخرى غير في القيروان. يقول لك معناتها رمضان في قروان حاجه اخرى وريحه جديده وجو روحانيات كبير برشا هون. بنا قوية كبيرة في القروان بتاريخها القديم وبحضارتنا الإسلامية، وخاصة إسلامنا وبديانتنا. القروان بالرسمي حاجة مش عادية، كي تعدي رمضان في قروان تحس روحك في عالم آخر، ماكش في تونس جملة واحدة. يقول لك الروح ترتاح في قروان. خاطر الناس العباد تقرب لربي في رمضان، في رمضان في قروان، والناس تعرف ربي في قروان في رمضان. انه ما نوريك، انا احكي لك حكايه في القروان، انك ما تتعشى انت كما يتعشى جارك. ناخذ ساعه ساعه قبل ما عشا قال فتره بالضبط، تلقى جيراني الكل مش قاعد حتى واحد على الطاوله الا ما يخرج عشاء جاره اللي ما مستحق. هذه تحس بها كان في القروان. اصلي انا ساحلي، اما عشت في القروان لنا وعديت رمضان في الساحل، اما عديت لهنا لقيت حاجه اخرى بالف مره. اللي تيديونيات يتعشيو، الزول يتعشيو، اللي ما عندوش يتعشى، والناس الكل تعيش. زوالي حس بزوالي تعيش. تعيش. تعيش لنا. ب 2000 فرنك تعيش، ب 100,000 تعيش. صحة شريبتكم وصحة شريبت الناس الكل اخويا، ومرحبا بكم، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله رمضانكم مبروك اخويا. ما سايش مازال وعيدكم مبروك. عيدكم توا صحيح، وما رمضان مازال يقعد ديما، مازال تقعد ديما ايامات. احكي لي شوية اليوم رمضان هوني في قروان كيفاش؟ يقول لك عنده متعة أخرى. رمضان في القروان في عز رمضان في القروان، ومعروف رمضان متسمي على القروان، اكتوز الله مصلي على النبي اخويا، ناس مريقله، ناس تصلي على رواحها وجونا باهي،
الدنيا ان شاء الله اخويا ربي ديما شيخين والحمد لله يا ربي، وان شاء الله رمضانكم الناس كل مبروك وراي قروين راي تقعد ديما اعز رمضان فيها. كي يقول لك اليوم قيروان شو ينقصها؟ ها؟ قيروان هي عاصمة الغالبة وهي بلاد الدين وكل هما ناسينها صحيح ما يحبوش، معناها فما عباد فما برشا عباد حتى العصاف العجلة حتى العصاف العجلة فهمني ما يحبوش هكا البلاد تتحل وما يحبوش العباد تتفرد وشبابها وشبابها تعب ياسر شبابها تعب ياسر. ان شاء الله اخويا يفيقوا يتلفتونا للشباب ترايف الشباب تغزلهم تاع القروان معناها حالته ياسر تعب فهمني نقصتها برشا كي تجي يقول لك نقصتها برشا حوايج نقصتها برشا حوايج. اما اخويا تغزر ما تنجمش تتكلم ما تنجمش ساكتين حاطين لنا العصاف العجله وقت تغزر الشباب الكل اخويا وراي عز ولايه في تونس كامله تقعد ديما القروان فاهمين يقول قروان والرخلاء قروان والرخلاء ملا ليه اعز بلاد اعز بلاد في تونس كامله هي القروان فهمني دورها تونس كامله تلقى هذه اعز ولايه في عبادها ناسها طيبين برشا ناسها طيبين برشا وقت تغزر عبادها طيبين وان شاء الله اخويا رمضانكم الكل مبروك وان شاء الله عيدكم مبروك.